يقول المال الذي تحمله في جيبك ليس لك، هذا مال لصاحب البقالة والمتاجر والمطاعم محطات البنزين وكل هالعالم اللي يطلبونك، أما أنت فمالك هو الذي دفعته لفقير أو محتاج أو لوقف خيري، مالك هو الذي تخبئه عند ربك. فضل بعض الله. هذه اللي خلصنا. طيب. أبى أقول لك سالفة وقصة وهي نكتة خفيفة. طيب. بس خلونا الحين ما دام أننا دخلنا في الأحاديث وذكرني أقولها. سم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ينزل ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك حديث داووا مرضاكم بالصدقة، كذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بيمينه لا تعلم شماله ماذا أنفق من الصدقة ومن الاستمرار عليها، كذلك لا إله إلا الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. في عندك شيء أبو فهد؟ نعم، كذلك قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. نعم. كذلك وبعد زودك على ما تدور. طيب. تصدق ما دامت الروح في الجسد، تصدق ما دامت الروح في الجسد، في قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن وقف المدينة المنورة التابع لجمعية البر، هذا الوقف عبارة عن شقق فندقية ضخمة كبيرة ما بين مسجد قباء وما بين المسجد النبوي الشريف، القيمة الإجمالية تقريبا حدود 25 مليون. نعم. الآن سدد قرابة 24% من هذا المبلغ يصرف في مختلف المناشط الخير، من حقيبة الطالب، من كسوة الشتاء، كسوة العيد، من ترميم البيوت، من التعليم، السلل الغذائية، السلل الغذائية، مستلزمات الصيف. نعم، الحقيبة المدرسية زي ما قلت، كسوة الشتاء، برنامج إعانة الترميم زي ما قال أبو عبد الرحمن، كفالة اليتيم، يعني ما شاء الله. طبعا هو اسم الوقف، يعني اللي حاب يعرف، هو مشروع الصدقة الجارية بالمدينة المنورة. والله يوفقكم، يوفقنا لكل خير. طيب، الناس اللي تقول والله أنا ما قدرت أني أبذل أو أعطل، نقول ربنا أعطاك هالجوال، سواء تنشر مثل هالأخبار في الواتساب، تنشرها في سنابك، في انستغرامك، في تويتر. هذا المشروع وهذه الجمعية القائم عليها صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وكذلك مجموعة من المشايخ والفضلاء في هذا الوقف، القناة يعطيهم العافية في هالبرنامج وغيرها من البرامج، وكذلك بذلت القناة في هالحملة الدعائية إن المتصلين معنا في البرنامج تقوم وتقدم لهم سهم مع هذا الوقف. فخير اللي متحملين، يقول ندق ندق ما تردون، ابشر أقل شيء لاقي الخير معنا إن شاء الله. وشعل طيبة من نبي تأخيا وتأفخا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة أوقفا.